بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أهلا بكم مع محاضرة جديدة من محاضرات مادة الأوتوماتيك كنترول اللي بدرسها لطلبة الهندسة الكيميائية. يعني المعني بهذه المحاضرات أكتر هم تخصص الهندسة الكيميائية. إحنا في هذه المحاضرة هنحاول ننفذ تطبيق على ما تم دراسته خلال المحاضرات السابقة. هذا التطبيق احنا عايزين نخرج منه. لو انا كمهندس كيميائي وعايز اعمل دايرة تحكم او نظام تحكم في عملية كيميائية بتتم، ايه المكونات اللي هتكون داخل هذا السيستم؟ التنظيم بتاعها داخل هذه اللوب هيكون ازاي؟ هل في نقاط يجب الالتزام بيها عشان تأدي هذه الدايرة عملها بنجاح ولا لا؟ ده اللي هنشوفه. انما اللي هيتم في هذا الاكزامبل بيبقى ليه جزء مكمل ليه مهم، الا وهو ايه؟ عملية عمل المديولينج لهذا السيستم. عملية المديولينج دي جزء مهم جدا مكمل لما تم شرحه، اللي هو بقى بنبتدي نستخدم بقى ايه في اللابلاس ترانسفورميشن ونقاط تانية. ان شاء الله ان وهبنا الله الوقت ان شاء الله نبتدي نعمل ليها محاضرات اخرى، لان ده جزء مكمل جدا لما تم دراسته. انما احنا هنا في اعتبارات كتير اثناء رسم وتصميم الدايرة يجب ان هي تكون في حسابنا، وازاي ببساطة ننشئ هذه اللوب. اوكي، فهنشوف المثال اللي عندنا في هذه المحاضره. المثال بيقول ايه؟ بيقول مثلا في سيكتور معين، احنا بنتكلم زي ما اتكلمنا كده في المحاضره بتاعه البلوك فلو دايجرام والبي اند اي دي دايجرام، بنتكلم ان الكيميكال بلانت او المصنع الكيميائي ممكن يتم تقسيمه الى قطاعات. ماشي، فاحنا بنتكلم بقى احنا بنتكلم ان احنا عندنا قطاع من ضمن قطاعات مصنع كيميائي زي ما هنشوف في الفيجر بتاعت البلوك فلو دايجرام. المصنع ده معني بايه؟ بعمليه تصنيع الليكويد فيترايزر، بيصنع اسمده على هيئه سائل او اسمده سائله. ماشي، العمليه اللي بتتم في هذا القطاع بتتم داخل كيميكال رياكتور. خلاص، هذا الكيميكال رياكتور اللي بيتم فيه بيتم عمليه ميكسينج ما بين اكتف ليكويد هنرمز ليه بالرمز ايه مع سائل مخفف هنرمز ليه بالرمز بي. عملية الميكسينج مع هذا السائل الاكتيف ليكويد مع الدايلنت ليكويد بتنتج لنا اللي هو البرودكت سي. خلاص، في ظروف للتفاعل. هذه الظروف اللي بتتفاعل بتتضمن ايه؟ ان الليكويد ايه اللي هو الاكتيف انجريدينت بيخش الرياكتور عن درجة 35 درجة مئوية وضغط 1.5 بار والماس فلو ريت. نخلي بالنا كده، انا هنا اتعاملت بالماس ما اتعاملتش بالمول. اوكي، عشان وانا برسم احنا شفنا في محاضره بلوك فلو دايجرام ده ليه شكل وده ليه شكل. خلاص، فاحنا بنقول الماس فلو ريت 250 كيلو جرام بر اور، والسائل بيمر داخل بايب. ماشي، اللي بتنقل هذا الليكويد بايب لاين ده رقم 103، والبايب لاين ده معزول. بس انا ما قلتش هنا العزل ليه؟ لان انا دي اول مساله، فانا في اول مساله يعني بادي بالحاجه الابسط، ما جبتش بقى الرقم الخاص الارقام الخاصه بالعزل والمقاس بتاع البايب وخلافه زي ما احنا شفنا في المحاضره. لا، احنا هنتعامل مع بايب ايزوليتد وخلاص. اوكي، بس كلمه ايزوليتد دي انا في حاجه بعنيها. اوكي، هنشوفها دلوقتي. الليكويد بي بيخش الرياكتور بدرجه حرارته 25 والضغط بتاعه حوالي 1.5 بار والماس فلو ريت 125 كيلو جرام بر اور، برضه بيمر في بايب معزوله وهنديها الرقم 104. هنلاحظ حاجه ان تقريبا الفلو ريت بتاع البي نص الفلو ريت بتاع ايه؟ دي هتعني معانا حاجه ثانيه. اوكي، وان تقريبا التمبريتشر احنا بنتكلم في تمبريتشر بتاعت السوائل دي قريبه من الامبيانت تمبريتشر زي في دوله زي مصر. اوكي، ان انا في الشتاء ممكن تكون درجه الحراره حوالي 25 وفي الصيف ممكن تكون الدرجه 35، فانا تقريبا بتكلم في حدود الايه؟ الامبيانت تمبريتشر، مش درجه حراره مرتفعه قوي. اوكي، والضغط طبعا قريب من الضغط الجوي. طيب،
الليكويد سي بقى بيخرج بقى اللي هو ناتج الميكسنج ده، هينتج لي الليكويد سي، هيخرج من الرياكتور بدرجه حراره 75 درجه مئويه، والضغط بتاعه زاد ومعدل تدفقه 400. خلاص، في ايزوليتد بايب اللي هنرمز ليها بالرمز 105. طيب انا فهمت ايه من 75؟ ان في عمليه تسخين تمت داخل هذا الرياكتور. اوكي، يبقى دي اول حاجه نتيجه ارتفاع درجه الحراره، ففي عمليه تسخين. هنشوف بقى الرياكشن. بيقول لك بيحتاج تسخين داخل بواسطه ايه؟ بواسطه ستيم. الستيم ده معدل تدفقه ايه؟ 150 كيلو جرام بر اور. خلاص، والتمبريتشر بتاعته بتكون 90 درجه مئويه، والضغط بتاعه 2 بار. خلال هيتم تدفق هذا الستيم خلال بايب لاين اللي هو رقم 105، جاي منين؟ جاي من الريبويل. اوكي، طيب عمليه التقليب بتتم بسرعه، فاحنا بنقول ان سبيد بتاعت ماكسنج لازم يتم الحفاظ عليها انها تكون 500 ار بي ام. ماشي، والفلو ريت بتاع الستيم مش مسموح لي ان هو يحيد عن القيمه بتاعته اللي هي 150 كيلو جرام بر اور بما لا يزيد او ينقص عن 5%. اوكي، طيب المطلوب ان احنا نعمل ايه؟ ننشئ هذه الكنترول سيركت عشان نحافظ على البروسيس فاليبل قدر الامكان ثابته او تساوي السيت بوينت اللي هي بتاعتنا. بيقول لي خلي بالك بقى ان الكنترولر، ماشي، بتاعت افري كنترول لوب احنا هنعملها هيتم تثبيتها داخل المين كنترول بانل. دي تعني بالنسبه لنا حاجه ان احنا واحنا بنرسمها، احنا عارفين ان احنا لو في كنترول بانل بنحط لها ايه؟ المين كنترول بانل، بنحط لها خط داخل الدائره بتاعتها. هنشوفه دلوقتي، احنا شفناه في المحاضره بتاعت البلوك فلو دايجرام. خلاص، بحيث بقى ايه؟ ان داخل الكنترول بانل الرئيسيه، وان مسموح لكل الاوبريتور ان هم يعملوا اكسس تو ايه؟ لهذه الكنترولر. نقطه مهمه قوي، ان انا فاحنا شفنا في الرسومات بتاعه البلوك فلو دايجرام، شفنا في حاجات مسموح للناس يتم اكسس بيهم يقدروا يخشوا يتعاملوا معاها، وفي حاجات مش مسموح للاوبريتور ان هم يتعاملوا معاها، ودي ليها رسمه ودي ليها رسمه. طيب كمان الكنترولر اللي بتدي اشاره للفاينل كنترول اليمنت اللي بيعمل له اكتويشن، لو كان الفاينل كنترول اليمنت كنترول فالف، الاشاره اللي هتجيله من الكنترولر هتكون نيوماتيك. ولو كان الفاينل كنترول ايمت حاجه خلاف الكنترول فالف، الاشاره هتروح له ايه؟ الكتريكال سيجنال، يعني حاجه مثلا زي سخان، حاجه زي موتور وخلافه. نخلي الاثنين الشرطين دول في اعتبارنا واحنا بنصمم الدايره. احنا بقى دلوقتي في المثال هنشوف بقى ان احنا ببساطه ازاي نصمم هذه الدايره. طيب في عندنا البريشر والتمبريتشر بتاعت الليكويد اي والليكويد بي، انا مش هحتاج ان انا اعمل لهم كنترول سيستم. ليه؟ لان انا بفترض ان هم جايين من سيكتور تاني. الليكويد ايه والليكويد بي دول مش داخلين من هنا، عند هم جايين من جهة تانية، فالجهة التانية هي اللي كانت مسؤولة عن ان هي تحافظ عن الايه؟ عن التمبريتشر والبريشر بتاعهم. دي اول حاجة. الحاجة التانية بالنسبة للتمبريتشر، انا برسلهم في هذه الانابيب في ايزوليتد بايب. اوكي، فانا عامل عزل حراري، ماشي، لهذه البايب، ماشي، عشان ما يحصلش فقد درجه حرارتهم. الحاجه الثالثه كمان، هم درجه حرارتهم قريبه من الامبيانت تمبريتشر، انا ما بكلمش عن درجه حراره بقى مرتفعه قوي وممكن يحصل بقى ايه؟ هيت ترانسفير وخلافه. اوكي، احنا عايزين فين؟ الهيت ترانسفير الريت بتاعه بيزيد كل ما حصل فرق كبير في درجات الايه؟ في درجات الحراره. فاحنا اللي هنحتاجه ايه بقى؟ ان انا الليكويد A والليكويد B اعمل ليهم دايره تحافظ على معدل التدفق، او اللي هو الماس فلو ريت في هذه المساله. دي اول حاجه. خلاص؟ بنخلي بالنا من النقطه دي. الحاجه الثانيه، ان احنا لو لاحظنا هنلاقي ايه؟ ان معدل التدفق بتاع ايه؟ تقريبا ضعف معدل التدفق بتاع بي. يعني انا النسبه 2:1. الله، طب ما نسبه 2:1، انا كده ممكن اقول ده الريش كنترول لوب هتبقى اكتر مناسبه لان انا اعمل ايه؟ تنظيم وسيطره على الفلوريد بتاع الليكويد ايه والليكويد بي. طب نيجي هنا ونقف وقفه.
هو انا لو ما عملتش الريش كنترول ورحت عامل دايرة تحكم على الاستريم ايه ودايرة تحكم على الاستريم بيه، في ما يمنع؟ لا مفيش ما يمنع بدرجة كبيرة، بس في مشكلة ان احنا زي ما احنا قلنا كده قبل كده في المحاضرات السابقة، ان انا كل ما بقلل دوائر التحكم كل ما بيكون في مصلحة هذا الكنترول سيستم. ماشي. الحاجة التانية ان انا لو بعمل دايرة واحدة بي زي الريشو كنترول لوب، يبقى افضل حاجة ان كنترول واحد بيتحكم في الاتنين غير اما كل واحد شغال منفصل. فطبعا الدوائر المنفصلة دي ما بيكونش في مصلحة الكيميكال بروسيس. احنا لو شبهناها هنشبهها بمؤسسة، والمؤسسة دي فيها قطاعات، كل قطاع ماشي مع نفسه، كل قطاع بيدور نفسه بنفسه ومفيش ترابط بين القطاعات، فطبعا ده اللي هو ايه نظام السيستم مش موجود. تمام. فطبعا لما بيكون في كنترولر بيتحكم في اكتر من بروسيس بتتم، طبعا ده بيدي قوة لهذا السيستم او هذه الكنترول سيستم وبيقلل من التعقيد الخاص بيه. لكن اللي انا قصدي ان في طالب احتار في هذا الموضوع، فهو لو عمل مبدئيا لكل منطقة الدائرة الخاصة بيها في حدود امكانياته، فطبعا برضو دي هتتاخد في الاعتبار. تمام. يعني مثلا اجي هنا على هذا الاستريم واقول انا هعمل دايره خاصه بهذا الاستريم، دايره فيدباك، بحيث ان هي بتتحكم لي من ايه؟ بتتحكم لي في معدل التدفق دوت اللي هو ال 250 كيلو جرام بر اور، واعمل دايره برضو هنا دايره فيدباك. لا ده انا مثلا هذا السائل انا عايز اتحكم فيه بدقه كبيره جدا. ماشي. فممكن اقول لا ده انا هعمل هنا على هذه المنطقه بس فيد فوردز ات فيدباك، واعمل عادي في بس فيدباك بس، هتتاخد في الحساب. لكن بنقول الافضل عشان لما المهندس يتخرج ويروح شركه مثلا ما يبقالوش ان انت ما درستش دوائر متقدمه. ماشي. في دوائر متقدمه ابسط من كده وبتأدي الغرض بدون كل هذا الحجم من المكونات اللي انت حاططها لي عن طريق ايه؟ عن طريق دايرتين. انما انا بقول في مرحله كطالب، انا عشان بس نفكر ان ممكن واحد تحت ضغط الامتحان تكون في مشكله في ان هو يقدر يبتكر الدايره، فبنقول لا ده في اضيق الحدود لو ممكن مثلا تعمل دايرتين كده، انما طبعا مش ده الافضل ولا ده هو المطلوب. كنترول لوب يبقى دي اول حاجه خلاص. وهعمل دايره بقى ايه للتحكم في ايه؟ في السرعه. خلاص. دايره تحكم في السرعه هتكون دايره ايه؟ دايره فيدباك، مفيش فيها مشكله، لان المنطوب بتاع المساله قال لي مفيش فيه مشاكل كبيره قوي لو حصل حيود يعني بسيط ما بين ايه؟ ال 500 ار بي ام بالنقص او بالزياده. لكن هنا بقى في عمليه التحكم في الاستيم قال لي ده مهم جدا ان الحيود ما يكونش كبير، ده الحيود في اضيق ما يكون. عشان كده هعمل ايه بقى؟ هروح عامل دايرة الفيد فيلد وورد زائد الفيد باك كنترول سيستم. ده من وجهة نظري ان ده هيخلي الحيود محدود. الحاجة كمان ان انا نوع الكنترولر اللي هستخدمه، يعني انا هنا انا بقول ايه، انا عايز اعمل انتسيبيشن، توقع لايه الديستربنس اللي ممكن يحصل وازاي الافي هذا الديستربنس. فانا عملت كده ايه فيد فورد فيد باك، والكنترول اللي هحطه كمان انا هحط من النوع البي اي. ماشي. احنا عارفين الانتجرال كنترولر بيعمل انتسيبيشن كويس، زائد ان انا عامل اصلا دايره انتسيبيشن اللي هي الفيد فورد، فده هيزود لي من التوقع ويقلل لي من ايه حدوث الخطأ مع دايرة البروبورشنال. احنا عارفين ان هي بتلافي الخطأ بقيمة سريعة وبسرعة، فطبعا ده هيكون بيدي قوة لهذه اللوب. يبقى انا على دي هيبقى فيد فورورد زائد فيدباك، وهنا هيبقى فيدباك، وهنا هيبقى ريشيو كنترول. طيب نشوف هننفذهم ازاي. اول حاجة هعمل ايه؟ ان انا وانا باجي ارسم لازم ابتدي زي ما قلنا
في شرحنا في المحاضرات الأولانية لهذه المادة قلنا إن أول حاجة الخاصة بدوائر التحكم السنسنج إيليمنت. فأنا أول حاجة أرسمها السنسنج إيليمنت اللي هو الإيه؟ البروب اللي أنا هقيس بيه، هقيس بيه البروسيس فاريبل، ماشي؟ فأنا هاجي أرسم كده حاجة زي اللون دوت ويكون ليها تخانة أو سمك معين، ده بيعني إن أنا إيه؟ ده السنسنج إيليمنت. خلاص؟ فأنا هقيس إيه؟ هقيس الفلو ريت. احنا طبعا عارفين في دوائر الريشيو انا في سائل انا بتحكم فيه وفي سائل بيدخل كوايلد. طبعا الاكتيف ليكويد ده بعتبره ده السائل اللي انا عايز اتحكم فيه لان ده اللي ليه تمن كبير، انما الدايلنت السائل المخفف ده ما فيش مشكله بالنسبه لي. الحاجه الثانيه زي ما انا قلت كده انا ببني فكرتي في التحكم عليه كمثال، ان انا بقول مثلا ان احنا مستشفى والمستشفى دي فيها أدوية والأدوية دي غالية والأدوية دي محفوظة في التلاجة. ما أقدرش أقول إن أنا كل ما يجي كل يوم يعني أبتدي آخر كمية أدوية وحسب بقى المرضى اللي هيجوا اللي إحنا بنفترضه إن هو كان ليكويد بي أبتدي أديهم واللي يفيد أدخله التلاجة. فعملية دخول الدواء وخروجه للتلاجة ده ممكن تبوظه وتفسده وده ليه تمن غالي. إنما المنطقي إيه؟ ان انا على حسب المرضى هخرج دواء. جه النهارده 10 مرضى هخرج 10 حقن مثلا، جه 15 هخرج 15، انما ما بخرجش 20 يجي النهارده 10 والباقي يقعد الدواء بره الثلاجه ويبوظ. فانا برضو كذلك انا الماده الكيميائيه دي هتبقى معدل تدفقها طبقا لمعدل تدفق دي زادت نزود، دي قلت نقلل. عشان كده التحكم هيكون عندي ده، بس انا بعمل ايه؟ بعمل عمليه سنسنج، بشوف بقيس وانت معدل تدفقك هنا قد ايه عشان يبتدي هذا الكنترولر يبتدي يتحكم في الايه؟ في معدل تدفق السائل اللي هو الايه؟ اللي هو ليه قيمه او فاليو اكتر. طيب يبقى انا هنا بالنسبه لليكويد بي انا اول حاجه هقيس، فيبتدي عندي هذه الدايره. نخلي بالنا ان احنا واحنا بنرسم لازم نرسم بادوات هندسيه. يبقى الادي السنسنج اليمنت وطالع منها الايه؟ الاف اي اللي هو السنسور اللي هيقيس ايه؟ اللي هيقيس الفلوريت. والسنسور ده هيبعت للايه؟ للترانسميتر اللي هيدي لي بقى اشاره ستاندر تروح لهذا الكنترولر. خلاص؟ الكنترولر ده برده بيجي له ايه؟ بيجي له برده معدل تدفق هنا وبيجي له عن طريق الفلو ترانسميتر وبتروح لهنا ويبتدي بقى يتحكم في الكنترول فالف. طيب نلاحظ بقى ان احنا لما رسمنا بالداش لاين اللي هي بتعني ان الاشاره رايحه ايه؟ كلها رايحه اشاره الكتريكال سيجنال، لكن زي ما قلنا كده ان انا لو الكنترول فالف المنطوق بتاع المساله كده لو الكنترول فالف عندي هو الفاينل كنترول اليمنت فالاشاره هتجي له من الكنترولر اللي هو ايه؟ اشاره نيوماتيك، وده الرمز بتاعها زي ما درسنا في المحاضره بتاعه الايه؟ بتاعه البلوك فلو دايجرام. خلاص؟ يبقى انا تاني اما برسم عشان لو واحد يعني الموضوع حصل فيه خطأ على الاقل اجي الاقي عندك السنسنج اليمنت والاقي الدايره بتاعته وبعد كده الاقي الترانسميتر، ماشي؟ بعد كده انت في حاجه تهتي فيها الاقي في حاجات انت ابتديت فيها على الاقل. خلاص؟ يبقى دي الحاجه الاولانيه. نيجي بعد كده بقى لدايره الفيدباك بتاعه الايه؟ بتاعت السنسور، ماشي؟ بتاعت الموتور. ادي موتور وانا عايز اقيس سرعه الميكسنج السرعه بتاعته، فانا اعمل ايه؟ اروح حاطط سنسور على الايه؟ بيقيس الاكس سرعه دوران هذا الاكس، ماشي؟ هذا الشافت بيبعت السنسور ده اشارته للترانسميتر والترانسميتر بيبعتها لي للايه؟ للسبيد كنترولر اللي بيبتدي يتحكم في ايه؟ في سرعه هذا الموتور. طبعا احنا هنجد في نقطه مهمه جدا واعتبار مهم في وضع السنسور ووضع الكنترول فالف هنا وهنا وبرده هنا، هنشوفها في اخر سلايد دي اتنين سلايد بنشرحها ان وضعه هنا ولا هنا. طب وضع الكنترولر هنا ولا قبل السنسنج اليمنت هنشوفها دلوقتي وهنقول ليه. اوكي؟ طيب يبقى احنا عملنا الدايره بتاعه السبيد
وعملنا الدايره بتاعت الايه الريشو كنترول، بتحكم في معدل التدفق. ورحنا عاملين بقى ايه، ان انا عندي البايب دي اللي هي 103، طبعا رسمناها الرسم اللي احنا اتعلمناها، جبنا بقى الشكل المعين وحطيناه لها وكتبنا الرقم جواه. اوكي، دي حاجه. كمان الدائره الثالثه اللي هي الفيد فورورد بلس الفيدباك كنترول لوب. فانا عندي هتبدا اول حاجه هرسمها السنسور، وانا من انسب السنسور اللي ممكن استخدمها في هذه المرحله اللي هو السيرمو كابل سنسور. طبعا احنا عارفين السيرمو كابل ليه وايد رينج وليه ادفانتج كتير، فبيبقى مناسب معايا في دوائر عديده، خلاص، في تطبيقات كثيره في الصناعات الكيميائيه. طبعا هيطلع بعد كده ادي تمبريتشر سنسور، هيبعت لي التمبريتشر ترانسميتر، وهيبعت لي ايه، هيبعت لي التمبريتشر كنترولر، خلاص. دي اول حاجه اللي هي دايره الايه، دايره الفيدباك. طب نيجي بقى دايره الفود وورد، الحاجه اللي انا متوقع ان ممكن يحصل فيها مشكله اللي هو معدل تدفق الستيم. فعملت له دايره الفيد فود وورد، اول حاجه بقيس معدل التدفق، ماشي، معدل التدفق بحاجه زي الفلوستي فلوميتر او السيرمال ماس فلوميتر، لان انا هنا معدل التدفق عندي ايه، عندي بالماس فلوريت بير اور. اوكي، فالنوعين دول بيكونوا مناسبين قوي لعمليه الماس فلوريت، خلاص. يبقى ادي السنسور، وادي اللي هيقيس معدل التدفق، وادي الترانسميتر هيبعت للايه، للكنترولر اللي بيقيس معدل التدفق، والاثنين هيبعتوا الايه، للسامنج كنترولر اللي هو هيبعت الاشاره اللي يتحكم فيها في الايه، في الفاينل كنترول اليمنت. زي ما احنا شايفين كده الموضوع بسيط خالص. يعني اول حاجه لازم ابتدي بسنسنج اليمنت، بعد كده الترانسميتر، بعد كده ايه هو الكنترولر حسب الدايره اللي انا ايه هرسمها، خلاص. تبقى بقى في اعتبار مهم قوي اثناء الرسم، هو انا هحط اللي انا وانا بقيس معدل التدفق، احط السنسور هنا بعد الكنترول فالف ولا احطه قبل الكنترول فالف؟ زي ما ماشي يفرق معايا قوي في الرسمه. يعني احنا هنا شوف، هنا حاطين السنسور قبل الكنترول فالف، طبعا ده خطا. تقول لي خطا ليه؟ ما هو الكنترول فالف ده مثلا مفتوح وده بيقيس معدل التدفق. لا، ده خطا كبير قوي. ليه؟ لان انا زي ما شفنا كده، ادي الكنترول فالف وادي السنسور بعد الكنترول فالف وقبل الفلويد بيخش على الرياكتور. ليه؟ انا لسه ما جاوبتش. لان انا السنسور ده لو حطيته قبل الكنترول فالف، احنا نعرف ان في بعض الفالفات بيحصل فيها بريشر دروب، تمام، ونتيجه البريشر دروب ممكن يتغير لي معدل التدفق ويتغير لي البريشر بتاع السائل لو انا بقيس السائل، يبقى اللي هو البريشر بتاعه. يبقى انا لازم افضل حاجه عشان احكم على السائل اللي جاست هيخش على الرياكتور هو معدل تدفقه قد ايه، يبقى لازم يكون عند السنسور بعد ايه، بعد الكنترول فالف، واقرب ما يكون من ايه، اقرب ما يكون من هذا الايه، من هذا الرياكتور. طيب بالنسبه بقى للدايره ومكان السنسور الخاص بقياس سرعه الموتور، طبعا سرعه الموتور هنا هي نفس سرعه الموتور هنا، ان انا بقيس ايه، بروح مركب الجهاز بتاعي على الاكس اللي بيلف، اللي هو الموتور بيلففه، وبشوف سرعه الدوران. اوكي، فطبعا ان انا اقيس من بره زي ما اقيس من جوه، الاثنين هيدوا لي ايه، نفس الايه، نفس درجه القياس. اوكي، لكن انا بشوف ان من الافضل طالما الجهاز لن يحدث له اي تاثير سلبي بواسطه الكيميكال رياكشن، ممكن يتحط جوه طالما مش هيعمل تعارض مع القياسات. اوكي، لكن لو يحصل فيه مشكله بالنسبه لهذا السنسور وبالنسبه لهذا الجهاز، يبقى ممكن اركب واقيس من ايه، من اعلى، تمام. دي حاجه. لو انا بقى بصيت لدايره الفلوريت والتمبريتشر، اجد ان انا طبعا السنسور اللي بيقيس درجه الحراره لازم يكون ايه، لازم يكون جوه الفلويد، بيقيس سرعه الفلويد، ما ركبوش على ده من بره وانا عازله مثلا الرياكتور، فلازم هيكون من جوه، خلاص. لكن بقى في حاجه بالنسبه للفلوريت، انا هنا عملتها باللي هو خطا. ليه؟ حطيت السنسور قبل الكنترول فالف اللي هو عكس هنا،
وسبتها بقى اللي هو بيشاهد هذه الحلقة ان هو يصحح هذا الوضع، بحيث ان السنسور ده لازم يكون في المنطقة دي بعد الكنترولر وقبل ما يخش على الايه الفلويد او الستيم يخش على هذا الرئة. اوكي طيب، بعد ما خلصنا بقى الدوائر بتاعتنا هنبتدي بقى نعمل بقى ايه، نكمل المعلومات الخاصة بمعدل التدفق ودرجة الحرارة وبالضغط اللي هي كانت داتا معطاة لينا في اول الايه في اول المسألة او اول هذا الاكزامبل، وبنرسمها داخل الرسومات القانونية بتاعتها بحيث ان الضغط بيكون هذا جوه هذا الشكل، درجة الحرارة بتكون داخل المستطيل، معدل التدفق بالماس بتكون داخل هذا المتوازي المستطيلات وخلافه. اوكي يبقى انا كده عملت الستيم البايب رقم كذا والمعدلات اللي هو الدهاني بكده، انا تقريبا بكون ايه بكون نفذت المطلوب مني في هذه المسألة. انا ان شاء الله انا هنستكمل بعد كده في توقيتات تانية مسائل اكثر عمق في هذه الناحية، لكن انا بكتفي بهذا الان بما تم شرحه في هذه المسألة. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.